نحييكم مشاهدي الشقيق في كل مكان بهذا بتحية، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا مع القمر. يكون القمر في برج الحوت المائي حتى الساعة 10:07 من صباح الاثنين، يدخل بعد ذلك برج الحمل الناري ويظل فيه حتى الساعة 10:04 من مساء الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الثور الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 10:43 من صباح السبت، ليدخل برج الجوزاء الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 10:08 من مساء الاثنين من الأسبوع المقبل. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الاثنين في برج الحوت المائي. من صباح الاثنين وحتى مساء الأربعاء في برج الحمل الناري، من مساء الأربعاء وحتى صباح السبت في برج الثور الترابي، ومن صباح السبت وحتى مساء الاثنين في برج الجوزاء الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الاثنين من الساعة 6:44 صباحا وحتى الساعة 10:07 صباحا. يوم الأربعاء من الساعة 11:29 صباحا وحتى الساعة 10:04 مساء. يوم الجمعة من الساعة 12:28 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10:43 من صباح السبت. يوم الاثنين من الأسبوع المقبل من الساعة 10:17 صباحا وحتى الساعة 10:08 مساء. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وعندنا اتصال هاتفي. ألو. ألو. نعم، بعض الردود على اللي يتابعونا من خلال قناة صفحة الفيسبوك لقناة الشرقية. غسان المالكي مواليد 16/4/95، انت من مواليد برج الحمل، ست ارقامك 7 8 9، بشكل عام انت غير محظوظ غسان. هذه سنة ايجابية لمواليد برج الحمل من ناحية الصداقات، او ممكن تحقق رغبة وامنية راودتك من يعني فد شغلة ببالك على سبيل المثال من فترة طويلة إن شاء الله تتحقق، أي إذا كانت أي مهما كان يعني حسب يعني أمنياتك أنت بصورة عامة. الفترة الحالية فترة إيجابية لمواليد برج الحمل اللي يدور على عمل، هاي الفترة نقدر نقول عليها هي المثالية خلال هاي السنة القريبة يعني حاليا. أكو غير فترات بس حتكون بعيدة، فإذا أنت تشتغل تقدر تحسن عملك، أو إذا أنت تدور على عمل فهذه الفرصة إيجابية لك بشكل خاص. نأخذ اتصال هاتفي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ألو بيك. 25/6/74 الفجر. 25/6/74 الفجر. شنو سؤالك؟ عن العمل بالنصف الأول يعني من هاي السنة. دقيقة. طبعا أنت من مواليد برج السرطان. اوكي. 25/6/1974، خلينا نقول بالاربع الفجر يأذن تقريبا. الفترة الحالية هي فترة مثلا نقدر نقول نوعا ما
إيجابية إذا تدخل بمشروع شراكة لك يعني أفضل شيء كعمل أنت يعني وظيفة لو شنو بس وظيفة أنت موظف حضرتك؟ موظف لكن يعني مفصول حالياً. تمام أوكي. الفترات الزينة لك بشكل عام هذه الفترة القريبة هي راح تكون خلال هاليومين بالضبط من باكر، بس باكر ورا العشرة الصبح أوكي؟ ورا العشرة الصبح عندك وعندك يوم الثلاثاء مثلا، هاي يومين تقريبا تكون لك إيجابية أنه أنت تقدم على عمل أو تراجع هاي الأمور، هذه الأشياء اللي تخص وظيفتك إلى عملك إلى آخره. أي شيء يخص دوائر الدولة والوظيفة هاي مثلا حتكون لك إن شاء الله إيجابية بشكل خاص. كفترة أنت لك من ناحية العمل بشكل خاص مو هسه، راح تكون تقريبا بشهر الثالث، هاي الفترة راح تكون بس دقيقة بالضبط من 21/3 لغاية 14/4، هاي الفترة المثالية. ليش؟ أول شيء راح يكون عندك كوكب الزهرة، هذا يعني ما أريد أدوخك بالتفاصيل، راح يكون أكو فت كوك يعني كوكب الزهرة والشمس راح تكون في البيت اللي مسؤول عن الشغل. خلال تلك الفترة تقدر أنه إذا مثلا إذا مو هذا الشغل مثلا على سبيل المثال، عندك فرص تكون كلش كبيرة أنه تحصل فد شيء تستحقه أنت فعلا، أو مثلا ترجع على عملك إذا تقدر تتابع القضية إلى آخره، فالأمور تكون من جانبك من 21/3 لغاية 14/4. حاول أن تستغلها إن شاء الله تجيب وياك نتيجة. يعني ما أقول لك أنه منها 21/3 ماكو، بس لو لا سمح الله صار عندك تأخير أو عراقيل خلال هاي الفترة، هذيك الفترة تكون أنت مستعد لها وتستغلها وإن شاء الله تطلع بنتيجة حلوة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ممنون من عندك. تدلل. أهلا وسهلا بك يا هلا. نأخذ اتصال هاتف يا آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بالهواز خبرك. مواليد 28/4/42 مواليد 42/28/4. أوكي. بس اسمح لي. ثمانية وعشرين أربعة يا سنة العفو. يوم 28 برج رافع مواليد 42. نعم. شنو سؤالك؟ أنت من مواليد برج الثور. أنت شوف شلون حظي بالله. 6/7/8/4/3/1/6 أرقامك 1 و3 و6. أوكي. أنت بشكل عام الحمد لله نقدر نقول عليك محظوظ بصورة عامة. يعني موضوع الحظ أنت أوكي، بما عندك لا سمح الله فد أشياء مثلا تعرقل حياتك إلى آخره، أو إذا عندك غير يعني من غير أمور مثلا من الكواكب إلى آخره. عموما من توقع بمشكلة بشكل عام باللحظات الأخيرة الحظ يوقف وياك، بس أنا أشوف أنه أنت محظوظ الحمد إن شاء الله بشكل عام. هذا من ناحية أستاذي. نعم تفضل. أنا عندي الحمد لله رزق، عندي معاش وهاي وضعي، بس نوباتي خصياتي يمي. دقيقة بالله ما تعرف ساعة بيت جاي مو؟ فهمتك. وماك واحد حياته تمشي مثل ما يريد، مثل السكه القطار، هذا منتهين من عنده. ساعة بيت جاي، ساعة الولادة تعرفها، ساعة مع بيت من الولادة ما أدري بيه الساعة، بس أدري يوم 28 برج رابع. تمام أوكي مو مشكلة. ما عندك عكوسيات اللي أنت تفضلت بيها الحمد لله مثلا من الخريطة ماتك، يعني توزيعة الكواكب بهذا اليوم ماكو فد زاوية انه تخلي حياتك نوعا ما نقدر نقول عليها لا سمح الله تأثر عليك او تعاكسك. اكو ناس غيرك مثلا هذولاك خطية، يعني يمكن وضعهم يكون اصعب من عندك بهواية، فانت بصورة عامة من مواليدك الحمد لله والشكر ما عندك مشكلة نهائيا. اذا على العكوسيات اللي انت تفضلت عليها اوكي، هذه العكوسيات يعني طبعا فد شيء طبيعي، يعني الانسان مثلا حتى لو اشوف التوقعات هسه اللي اقراها اني بالبرنامج،
نشوفها مثلا نفس التوقعات. هي كل ناس يقولوا لي حكيك مكرر، هو مو مكرر، هو انه مثلا هي يعني ماكو فد شيء انه كن فيكون بنفس يعني يوميا واحد يروح يلقي له يعني يحكي حكي جديد ويسوي الحياه ورديه الى اخره. هي الحياه بطيئه يعني بصوره عامه، يعني اكو اشياء هوايه احنا مثلا نتمناها بالطفوله، يصير عمرنا 40، واحد يصير عمره 20. نعم نعم. فورا فتره يلا تتحقق او تصير، يعني ما تجي بنفس اللحظه، أنا هذا قصدي. فهذا شيء طبيعي بديهي، بس الحمد لله انا اقدر اقول لك لا، انا اجزم يعني اقول لك لا، انت محظوظ الحمد لله والشكر، بهواي احسن من غيرك. هذا من ناحيه الحظ. من ناحيه صحيه اعطيك الاشياء يعني الزينه، وضعك الصحي على طول السنه مستقر، ما عندك شيء يدعو للقلق. هذه الفتره اللي احنا بيها تستمر لحد بداية شهر الثالث، شوية الزم أعصابك ويا الحجية ويا الأهل، لأن أنت شقد هادئ وصبور وكذا، وهاي قد شوية قد تتسرع بتصرفاتك أو تطلع من عندك كلمة ما حلوة تجرح المقابل، يعني ما يعني مو من عوايدك أنت هاي يعني مو من طبعك هذا الشيء. فحاول إنه من تصير عصبي شوية تلزم روحك أو تتذكرني وتتعوذ من الشيطان وتهدي الامور وتصلي على النبي، وان شاء الله تمشي الامور. بشكل عام هاي الفتره زينه لك من ناحيه النشاط الطاقه وكذا، الفتره ان شاء الله ما عندك فد اشياء تعرقل عليك. وهذه السنه رغم انه انت قلت انت يعني عندك معاش يعني طالع ما عندك وظيفه، بس زينه لك. لا انا متقاعد. نعم هذه السنه لك زينه، مثلا ممكن يصير عندك فد حدث معين، كلهم يقولون فلان صار عنده فلان شيء، يعني يحجون يجيبون اسمك بالخير هيك شيء ان شاء الله. هي هاي كم سنه انا قاعد عندي الحمد لله متقاعد مال شركه النفط. الحمد لله والشكر. انا من الهواد احاكيك اخوك. اهلا وسهلا بك، على راسي اتشرف بك. انا خادمك. اقول يصير انا اكب مثلا والد والدتي لو مثلا ابني واقول لك بيها بعد فتره. اي عادي، من شو قلت ما تحصل عادي اي وقت. ممنون مشكورك. يا هلا اهلا وسهلا بك. يا هلا. مشاهدينا الكرام، للمشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، ما هي لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. نكون الان مع الشمس. في الساعة 11:40 من ليل يوم الثلاثاء الموافق 19 من كانون ثاني يناير، تنتقل أشعة الشمس من برج الجدي الترابي إلى برج الدلو الهوائي، ستمكث فيه حتى الساعة 1:44 من ظهيرة يوم الخميس الموافق 18 من شباط فبراير المقبل. وجود الشمس في برج الدلو بصورة عامة أفضل من وجودها في الجدي، على اعتبار أنها تأتي بأجواء إيجابية تعزز من العلاقة بين بني البشر، فنميل إلى تكوين صداقات جديدة ونجد الآخرين من حولنا أقل جدية وصرامة كما كان عليه الوضع خلال الأسابيع الماضية أثناء وجود الشمس في الجدي. يجتاز مواليد برج الدلو خلال الأسابيع الأربع المقبلة فترة أفضل من سابقتها تعيد إليهم حيويتهم ونشاطهم وتفاؤلهم، ويستفيد معهم في ذلك مواليد الأبراج التالية: الجوزاء، الميزان، الحمل، الأسد والقوس. نتابع الزوايا التي تتشكل بين أشعة الشمس والكواكب الرئيسية الأخرى، فتصادفنا أولا زاوية الاقتران مع كوكب زحل، تصل ذروتها في الساعة 6:01 من صباح يوم الأحد الموافق 24 من كانون ثاني يناير. هذه الزاوية تساعدنا في أن نأخذ الأمور على محمل جد للتغلب على المصاعب والعراقيل التي تعترض سبيلنا. زاوية التربيع الصعبة مع كوكب أورانوس تصل ذروتها في الساعة 3:48 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 من كانون ثاني يناير. هذه الزاوية تجعل البعض منا يتصرف كما يطيب له، ضاربا عرض الحائط معارضة الآخرين له.
زاوية الاقتران الإيجابية مع كوكب الحظ المشتري، تصل ذروتها في الساعة 4:40 من فجر يوم الجمعة الموافق 29 من كانون ثاني يناير. هذه الزاوية تحمل أجواء حظ وتفاؤل وترفع من معنوياتنا. زاوية التربية الصعبة مع كوكب المريخ تصل ذروتها في الساعة 1:34 من ظهيرة يوم الاثنين الموافق 1 من شباط فبراير. هذه الزاوية السلبية تحذرنا من الانتباه في تصرفاتنا تجاه الآخرين، فقد نندفع في ثورة عارمة تؤدي إلى مواجهة نحن في غنى عنها. نجد صعوبة في التفاهم مع أي شخص يقف في وجهنا أو يعارضنا الرأي. زاوية الاقتران الإيجابية مع كوكب عطارد تصل ذروتها في الساعة 4:48 من مساء يوم الاثنين الموافق 8 من شباط فبراير. هذه الزاوية تعمل على منحنا قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والقدرة على دراسة مواضيع صعبة، وننجح في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. لوجود الشمس في برج الدلو تأثير على مواليد الأبراج كافة، فيما يلي أبرز هذا التأثير. ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تزداد نشاطاتهم الاجتماعية، ومنهم من توجه إليه الكثير من الدعوات الاجتماعية فيلتقون الأصدقاء والأحباء في مناسباتهم السعيدة، ومنهم من يرغب في الانضمام لعضوية نادي أو جمعية. الفرصة متاحة لتعزيز صداقة معينة وطلب العون من الأصدقاء بصورة عامة، لا سيما المخلصون منهم، فإنهم لن يخيبوا ظنهم بهم وبيسعهم تحقيق رغبة وأمنية راودتهم طويلا. مواليد برج الثور ينصب اهتمامهم على تعزيز سمعتهم والتركيز على عملهم بإثبات جدارتهم لرؤسائهم في العمل، وبالتالي دعم مركزهم الاجتماعي. هذه فترة مناسبة لمن يرغب في إدخال تغيير على عمله أو يبحث عن عمل. مواليد برج الجوزاء تزداد رغبتهم بالسفر إلى مكان بعيد، ومنهم من يسافر في رحلة للاستجمام، ومنهم من يكون سفره لمصلحة ما، ومنهم من يخطط لذلك. ينجح طلاب الجامعات من بينهم في مجال الدراسة، ومنهم من يتابع قضية قضائية. مواليد برج السرطان ينصب اهتمامهم على ضبط ميزانيتهم والتعامل بمال له صلة بشريك لهم، لينتبهوا لصحتهم أو صحة قريب لهم. مواليد برج الأسد ينصب اهتمامهم على تعزيز الشراكة في العمل أو العاطفة. الفترة جيدة للمبادرة بمشروع جديد أو توقيع عقد تجاري، كذلك لإتمام خطبة أو زفاف. مواليد برج العذراء يتراكم العمل لديهم، سيشعرون بضغط في مجال العمل، لينتبهوا إلى صحتهم أكثر، خاصة أنهم سيشعرون بضغط ينال منهم، لينتبهوا لغذائهم وليأخذوا قسطا كافيا من الراحة. مواليد برج الميزان يبتسم لهم الحظ عاطفيا وماديا، ويشعرون ببعض الارتياح العاطفي ويبتهجون لإنجازات أولادهم. ماليا ستتاح الفرصة لهم لكسب بعض المال بالحظ. عاطفيا ينجحون في تعزيز عاطفتهم مع الحبيب المنشود. الفترة جيدة لتعزيز الجانب الدراسي وارتياد المكتبات، والفترة مناسبة للنساء من هذا البرج للدخول في الحمل. مواليد برج العقرب ينشغلون بأمورهم البيتية والعائلية، ويتبادلون الرأي مع أحد أفراد العائلة في سبيل إدخال تحسين على سكنهم. منهم من يتحمل مسؤولية فوق طاقته. مواليد برج القوس تكثر الاتصالات والسفريات القصيرة لديهم، والفترة مناسبة للطلاب من بينهم لتحقيق إنجاز ملحوظ في مجال الدراسة. الفرصة متاحة لتعزيز العلاقة مع الأخوة والجيران. مواليد برج الجدي ينصب اهتمامهم على الوضع المالي، تتاح لهم فرص لا بأس بها من مكاسب مالية يكون أغلبها من عمل إضافي، ومنهم من يسترد مال أن يعود له أو يحصل على هدية، وينجحون في ضبط أمورهم المالية. مواليد برج الدلو هم بحاجة ماسة لوجود أشعة الشمس في برجهم، خاصة إنهم عانوا خلال الأسابيع الماضية من فترة صعبة تركت أثرها السلبي عليهم جسديا ونفسيا، وسيشعرون بثقة أكبر في النفس وأكثر قدرة على مواجهة مشاغلهم ومتاعبهم وتحقيق خطوة جديدة في حياتهم تعود بالنفع عليهم وتدعم مركزهم الاجتماعي. يمتلئون ثقة بالنفس ويكونون أكثر تفاؤلا في حياتهم.
أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت يجتازون فترة غير سهلة وينال التعب منهم جسديا ونفسيا، وينتابهم من حين لآخر شعور باليأس والقنوط، وينظرون للحياة بنظرة قاتمة. المطلوب منهم أخذ قسط كافي من الراحة لمواجهة مشاغلهم ومتاعبهم، والانتباه أكثر لصحتهم وتناول الغذاء الصحيح وممارسة بعض التمارين الرياضية. يفقدون بعضا من حيويتهم ويجدون صعوبة في التفاهم مع المسؤولين في مؤسسة أو شركة كبيرة يتعاملون معها. مشاهدين الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي سوف تشغل كل منا حسب برجه من تأثير انتقال أشعة الشمس إلى برج الدلو الهوائي، وذلك من 19 من كانون ثاني يناير حتى 18 من شباط فبراير المقبل، والله أعلم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول لك اخويا 98 اوكي، الشهر الرابع يوم 10 ساعة الولادة. ساعة الولادة الساعة 11 الظهر ل 12. اوكي، شنو السؤال؟ والله على مود عملية على مود عيونها. عملية على مود عيونها، شو وقت تريدين نسوي العملية؟ بدي اخليها يمكن الاثنين الجاي. ايش وقت؟ المباشر الاثنين، الاثنين تجي المراجعة. المراجعة الاثنين، الاثنين يجي. اي اوكي، الاثنين شوف لي اليوم المناسب. الاثنين اللي يجي عندنا اليوم 17. نعم. اوكي. لا لا عفوا. الاثنين اللي يجي نقدرين نسويها لحد مراجعة لو العملية؟ لا، المراجعة يوم الاثنين والعملية بعد هو يحددها لنا يا يوم. شوف لي يوم اللي اوكي أحسن. المراجعة العصر صح؟ توقيت العراق انت؟ اي العصر. اوكي، ماكو مشكلة المراجعة. بالنسبة للمراجعة ماكو مشكلة. والعملية مثل؟ العملية يعتمد هو ايش وقت يحددها، كان يعني مثلا اقول لك اياها بصراحة. يعني عود اردت اليوم الزين، احنا العملية ظلت بكيف، احنا يوم الزين احنا نروح له. مو أنا ما أعرف هو شو وقت يسويها، مثلاً على من نهاية الواحد الشهر الثاني ما أنصحك بها، يعني لحد يعني تقريباً خلينا نقول الأسبوع أو 10 أيام الأخيرة، 9 أيام الأخيرة من شهر الثاني ما أنصحك بها بصراحة. هي مو موزنة. يعني شهر الثاني ما. شهر الثاني إيه بدايته، 3 أسابيع الأولى اتركيها، يعني آخر 9 أيام أوكي ماكو مشكلة. بس الثلاث أسابيع الأولى لا تسوي بها العملية، مو على مود فشي. بس مثلا الطبيب ما يكون مركز، ما يكون مثلا يصير عنده فشي إلى آخره، فلا لا أكثر ولا أقل، يعني ما له تأثير على العملية. بس ما أنصح يعني بها إذا تسأليني، يعني إذا ما مستعجلة ومو هذه ما أنصح بها. إيه ما مستعجلين، مثلا أريد مثلا الزين وراها. هي مواليد 10/4، يعني حيكون عندنا بشهر الثاني عندك يوم 11، يوم 11 يوم 11 يوم 11 اي يوم 11 لا بشهر ثاني. اسف هذا لا. شهر ثاني شهر الثاني بعد الثالث، العفو بشهر الثالث عندك اول يوم بالثالث اوكي. بس هم يعني مو كلش دقيقه، خل اشوف لك يوم احلى. يكون
يوم يوم 10 اوكي. نعم. و عندك يوم 9 همينه، بس لازم ورا الساعه 11 الا ثلث الصبح. اوكي. اوكي بيا شهر. هذا الثالث. الثالث. نعم. عندك وشهر الواحد هذا زين هم خاف مثلا نلقى العمليه جاهزه، نقولي جهزها لان وقت شهر الواحد ما اسوي لكم عمليه. اوكي عندك يوم 23 يوم سبت. يوم 23 شهر الواحد؟ اي يعني انت يوم يوم الاثنين حتروحين، مو قلتي لي يوم 18؟ لا ان شاء الله. العفو. انت قلتي يوم المراجعه 25. المراجعه مو باكر الاثنين، الاثنين تجي. يعني يوم 25؟ لا ما تصرف هاي. يوم 25 ما ماكو يوم يعني حلو تقريبا، يعني مو هي مو مو, مو زينه بس مو يعني مو ايام مريحه مثلا للعمليه حتى هي تكون مرتاحه بدون مضاعفات بدون الام الى اخره هيك اشياء. بشهر الواحد ماكو يعني، اذا مثلا على يوم 23 هذا اي اوكي، ورا العشره ورا 11 الا ربع الصبح هذا يوم كلش حلو لها مثلا. نعم. يوم 23 بالشهر، بس انت اصلا الموعد مالتك يوم 25 فما راح يفيد. يوم 25 مراجعه. اي ما يفيدك. صحيح. اي. صحيح. فشوفي انت، ما انقطع الخط. مهم شوفي انت اذا اوكي ان شاء الله تحصلين، بما انه حصلتي مره ثانيه لحي علي بالتليفون يوم الاربعاء وان شاء الله اشوف لك مثلا يعني اذا قرر يعني حددت هو يا يوم اوكي ان شاء الله اجاوبك بجواب اكثر يعني وضوح، بس المهم نعرف هو شو وقت اللي يسويها يعني يقدر يسويها. اسف. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو مرحبا. مرحبا اهلا بك. انا قبل اسبوع اتصلت وكان الوقت يعني خلص، فقلت لك اريد اخذ على مود بنتي انتقاله من جامعه جامعه، فخليني اعطيك ال ايش قد مواليدها؟ هي جايه 23/9/2000. ساعة الولادة؟ ايش قد تجبرك شنو؟ اللي هي الميزان. اوكي. أنا قلت لك ميزان لو أنت تقولين ميزان. لا ما أنا أعرف الميزان. دقيقة. مو هذا مرات مو شرط، مرات يكون ميزان مرات. الساعة بيش جاية؟ هي بالليل تقريب 7. 7 هيجي. 8 7 7. 23/9. إي أوكي ميزان. مرات يكون مو ميزان هذا التاريخ يعني أوكي. 7 مساء. اوكي بالنسبه للتنقل يعني تنتقل من جامعه لجامعه مو من جامعه لجامعه. إيه. اوكي شو وقت ادها التقديم يصير يعني بالضبط؟ والله هي تقديم الجامعات يعني هي برا تقريب نصف الرابع منتصف الرابع يعني. الرابع اوكي ماكو مشكله. بشكل عام اوكي ادها الايام الزينه مثلا. اي عافيه بس على ادها يوم جمعه، هم عندهم عطله. لا بس هم عندهم هناك عيد يمكن. لا الجمعه عندنا دوام برا. اعرف بس يكون عيد عندهم، عيد جمعه الالام يسموها هناك برا. اذا هذا يا شهر يكون يوم شهر الرابع. إذا أوكي إذا أوكي يعني مو عطلة يمهم مثلا، عندها يوم الجمعة 2/4 يخبل كلش حلو. أوكي؟ أها 2/4 يوم 4 غير أوكي يوم 4 بيا بلد هي؟ هي السويد. السويد. وأنا عندي هسه مثلا هاي على توقيت العراق، أوكي. عندها يوم 4 يا يوم 16 اوكي 4. يوم 16/4 يوم 15/4 نعم يوم 15/4 اذا تقدر
خليها ورا يعني ورا الظهر يعني ورا ال 12 هيك، بس يوم 16 احسن. يوم 16 هم يوافق أوكي. جمعه اوكي. وعندها بعد وين يوم 16 تقريبا هو اهل شيء، ويوم 2 مثل ما ذكرت لك يوم 2 4 وما عندها مشكله بشكل عام، بس هذني احلى ايام حتى لو راحت. ادى يوم 25 بس احد، 26 راح يكون مو زين، لا 24 راح يكون فتره سلبيه مع القمر. اذا 24 25 26 بس ما تخدمها عطله، واليوم اللي يناسبها يكون فتره سلبيه مع القمر. او عندها يوم 29 29 24 4 نعم. بس عموما يعني بغض النظر عن هاي التواريخ كلها، لنفرض انه مثلا راحت يوم 7 او يوم 6 مثلا هم هنا يكون اوكي لها الى اخره. ما عندها مشكله في موضوع التقديم يعني النقل وهاي الاشياء، هاي الامور ان شاء الله وضعها عادي طبيعي ان شاء الله ما عندها شيء. اوكي هي عندها جايه يعني هسه منتصف الواحد، يعني اذا اتصلت وهاي يبشروها خير، يعني اذا تواصلت وياهم ما عندها مشكله على النقله مالتها ان شاء الله. اي تقريبا يعني هاي هسه الفتره العفو هاي الفتره اللي احنا بيها، وشهر الثاني مثلا رغم انه شهر الثاني شوي راح يصير بي عراقي لو شيء فتخربطه، بس نسبيا يكون اوكي يعني الفتره هاي من الطبع. يعني عراقيل بالنسبه لها؟ لا يعني مو عراقيل بالنسبه لها شخصيا، للكل هي بنهايه الواحد راح يكون تراجع عطارد، فشويه هذا من ناحيه السفر الدراسه او مثلا اذا واحد يعطيك وعد هاي الاشياء مثلا ما تمشي مثل ما مفروض تكون الى اخره. بس يعني نسبيا من 18 واحد من 19 واحد العفو هاي الفترة اللي احنا بيها تكون اوكي لها، على اعتبار انه فترة حظ حتى نحسب لها، وشهر الثاني ايضا يكون ايجابي لها من ناحية الحظ، فنسبيا نقول اوكي تقريبا الاجواء ايجابية. يعني هي من بين عندك بان هي راح تنتقل من جامعة راح تصير نقلة او تحويل؟ انا هاي ما اعرف يعني، لا انا عن هالاشياء مثلا واحد يطلع له ينتقل من جامعه لجامعه وكذا، هاي الاشياء الامور ما اعرف لها، بس ما عندها عراقيل في مجال الدراسه. مثلا لو تقولي لي مواليد برج الجوزاء مثلا عندهم اشياء ايجابيه في هذا المجال، عندهم اشياء لا بنفس الوقت سلبيه، فنوعا ما هي، بس هي كميزان لا ما عندها يعني. هذا من ناحيه الهاي، وانت دائما تخبرين نهايه البرنامج. اوكي ايوه ما عندي حظ طبعا أوكي. واظل الوقت كله يروح بس الانتظار. اوكي شنو الاساس اللي بعد زين هي بالنسبه لها الحظ يعني مستقبلا الزواج 23 ارقام الحظ 23 9 2000 الساعه 7 مساء وين بالعراق؟ ولدت؟ يعني وين والده؟ ايه اوكي. هاي من مواليد برج الميزان، موضوع الزواج ابدا لا تفكرين طالعها الحمل، ما عندها مشكله من ناحيه الزواج، من ناحيه الدراسه وضعها هم هنا اوكي يعني نسبيا ايجابي. هذه من النوع تكون ناجحه في مجال الدراسه، لا تخافين يعني ام لسان هاي نقدر نقول عليها، اذا اشتغلت في مجال التدريس اي اوكي ما عندها مشكله. لا هي طب اوكي ما عندها شيء طبيعي. هي إيه اذا تدخل اذا خلي تركز على جراحه الراس، الجمله يعني مو الجمله العصبيه، الراس، العيون، هاي الاشياء نوعا ما اوكي لها. هي بشري اي اوكي اوكي يعني هي بالنسبه للزواج الحظ هاي يعني ما عندها مشكله. ارقامها 5 و6 و7 من ناحيه الحظ تعتبر يعني العفو تعد انسانه طبيعيه من المواليد ومن الخريطه. هاي خلت تدرس طب جراحه عامه، جراحه هيك اشياء كلش تنجح بيها، لان هي من نوع كل الجريئه هاي. اوكي ان شاء الله كنت جاوبتك.
إذا مشاهدينا الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي، نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تتراجع صحتكم وتفتقدون حيويتكم والنشاط، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع الآخرين وخذوا قسطا كافيا من الراحة من حين إلى آخر. ابتداء من صباح الاثنين تفتحون صفحة جديدة تتسم بالتفاؤل والنشاط، وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور ومواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. من مساء الأربعاء ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم وخففوا من النفقات. من صباح السبت تنجحون في مجال الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم بنزهة قصيرة للاستجمام. مواليد برج الثور تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وتجدون تعاونا منهم، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد الأصدقاء. من صباح الاثنين انتبهوا إلى صحتكم، لا تتركوا العصبية تسيطر عليكم أثناء تصريف أموركم الروتينية، تجدون الأمور تسير من حولكم ببطء وصعوبة. ابتداء من مساء الأربعاء يتغير الوضع للأفضل وتنجحون خلاله في الدفع بمصالحكم. من صباح السبت تحصلون على مبلغ من المال، مع ذلك احذروا من النفقات. مواليد برج الجوزاء ترغبون في الدفع بمصالحكم في مجال العمل، تجنبوا مواجهة محتملة مع المسؤولين عنكم. من صباح الاثنين تسعدون من لقاء أشخاص ترتاحون إلى صحبتهم وتجدون تعاونا من الأصدقاء. من مساء الأربعاء تتراجع صحتكم وتفتقدون حيويتكم المعهودة في الأمور الروتينية، اخلدوا إلى الراحة ولا تبالغوا في أي جهد جسماني. ابتداء من صباح السبت تبدأون فترة أفضل تعيد إليكم نشاطكم المفقود. مواليد برج السرطان تنشطون في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة منها، كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السياقة خارج المدن، وابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. من صباح الاثنين تنصب جهودكم نحو الدفع بمصالحكم الاجتماعية، الفترة مناسبة لإثبات جدارتكم للمسؤولين عنكم وكذلك لمن يبحث عن عمل. من مساء الأربعاء كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع الأصدقاء. من صباح السبت تشعرون بتراجع في الصحة. مواليد برج الأسد تتاح الفرصة لمكسب مالي، مع ذلك خففوا من نفقات متصاعدة وقد ينشب خلاف حول مال يعود لكم من شراكة أو تعويض، صحتكم بحاجة للرعاية. من صباح الاثنين تنجحون في السفر والاتصالات وتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم، استغلوا الفترة للدراسة والمطالعة. من مساء الأربعاء حافظوا على مصالحكم الاجتماعية وتجنبوا مواجهة محتملة مع المسؤولين عنكم في مجال العمل. من صباح السبت تبتهجون من لقاء الأصدقاء. مواليد برج العذراء يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم، لا تفرضوا وجهة نظركم على الطرف الآخر، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل معهم. من صباح الاثنين يصلكم مبلغ من المال من تعويض أو شراكة يخفف من النفقات، صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من مساء الأربعاء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، ومنكم من يتابع قضية قضائية، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. من صباح السبت تنجحون في تدعيم مكانتكم في مجال العمل. مواليد برج الميزان انجزوا ما بيسعكم من عمل ولا تدخلوا في نقاش حاد مع احد الزملاء، لا تهملوا صحتكم، نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحه. من صباح الاثنين تلتقون اشخاصا ترتاحون الى صحبتهم، لا تتوقعوا الكثير من شركائكم، تشعرون ببروده الجو العاطفي من حولكم. من مساء الأربعاء ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، تواجهون المتاعب في تحصيل مال يعود لكم. من صباح السبت تنجحون في سفر أو اتصال بعيد. مواليد برج العقرب ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي. من صباح الاثنين تنهمكون في إنجاز عملكم وتنجحون في ذلك، الفترة المناسبة لممارسة نشاط بدني. من مساء الأربعاء ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وشركائكم بدل المواجهة والتسرع. من صباح السبت تنهمكون في ضبط ميزانيتكم، ثمة فرصة لمال من شراكة أو تعويض. مواليد برج القوس ينصب اهتمامكم حول تنظيم مصالحكم البيتية والعائلية، لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة.
من صباح الاثنين تجتازون فترة إيجابية تقربكم من أحبائكم وتلتقون أشخاص تسعدون لصحبتهم. الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي. بوسعكم تجربة حظكم المالي. من مساء الأربعاء تتراجع صحتكم ويتراكم العمل لديكم. تجنبوا مواجهة مع زميل لكم. من صباح السبت ترغبون في تعزيز شراكتكم. مواليد برج الجديد تنشطون في مجال الاتصالات والسفر والدراسة. كونوا أكثر صبرا على الطرقات وفي التعامل مع أخ أو جار. من صباح الاثنين تشعرون بارتياح داخل البيت وبين أفراد العائلة. الفترة مناسبة لعقد صفقة عقارية مدروسة جيدا أو إدخال تعديل على المسكن. من مساء الأربعاء كونوا أكثر حكمة أثناء التعامل مع أحبائكم خاصة أولادكم. من صباح السبت انتبهوا إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم. مواليد برج الدلو، الفرصة متاحة للحصول على مبلغ من المال يكون على الأغلب من عمل إضافي. مع ذلك الفترة الحالية تتطلب الحذر في أي خطوة مالية جديدة. خففوا من نفقاتكم. من صباح الاثنين تنجحون في الدراسة والاتصالات والسفر وتعززون علاقتكم بأخ أو جار. الفترة مناسبة لممارسة هواية مفيدة والاستفادة من ذلك ماديا. من مساء الأربعاء تواجهون المتاعب داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة. ومن صباح السبت تجتازون فترة أفضل تقربكم من أحبائكم. أخيرا مواليد برج الحوت، ثقتكم بأنفسكم كبيرة ويعمكم التفاؤل. خذوا زمام الأمور بأيديكم وادفعوا بمصالحكم. بوسعكم تحقيق خطوة جديدة تعود بالنفع عليكم. من صباح الاثنين يتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم المالية. كونوا حذرين في أي صفقة مالية تقومون بها. من مساء الأربعاء تنشطون في السفر والاتصالات. الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. بوسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأخ أو جار. من صباح السبت تفضلون الاهتمام بمصالحكم البيتية والعائلية وتعززون علاقتكم بأفراد العائلة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم. ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين سدكم الله، تقبل تحياتي وتحيات سرط البث من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.